عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا يعني إلى أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشى إيمانا وحكمة أنس بن مالك مالك بن نقل الناقدش هزت بيغنبر صلى الله عليه وسلم شيل بوردو بين كابن يانندا uyku ile uyanıklık arasındayken şöyle bir ses duydum. Üç kişinin arasında bir kişi. Bana içinde zemzem suyu olan altından bir tas getirildi. Cebrail benim göğsümü karnımın alt kısmına kadar yararak açtı. Kalbim çıkarıldı. Kalbim zemzem suyu ile yıkandı. Sonra yerine geri konuldu. İman ve hikmet ile yeri dolduruldu